بسم الله الرحمن الرحيم. مع الصباح الجميل نهني أنفسنا والشباب اللي معنا في صفحة فاتبعوني بوصول المتابعين والمشاهدين لهذه الصفحة إلى 1,000,000، وإن شاء الله تعالى تتضاعف الأعداد وتتضاعف البركات إن شاء الله تعالى. وحقيقة فرحنا أن سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنتشر. شيء جميل جدا لما تشعر أن هذه السنن لها محبة عند الشباب. قريب لما سافرت إلى روسيا قبل 2 أو 3 شهور من الآن، لاحظت أن هناك آلاف من الشباب يتابعون فاتبعوني باللغة الروسية، وأن شباب كثير في موسكو وفي الشيشان وفي داغستان وفي كثير من تلك البلدان يتابعون. فكانت مفاجأة حقيقة كبيرة جدا لي أن كثير من الناس تأثروا. من الأشياء التي تهز كياني والشباب العاملين كمان في برنامج فاتبعوني، لما نحس أنه في إنسان يقول لك أنا والله تغيرت حياتي، أنا نظرتي للدين كلها تغيرت، أنا حبيت الدين من خلال هذه الحلقات ومن خلال هذه السنن والآداب الجميلة عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعتقد أن ما قدمنا لسه سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم بالجمال اللي يليق بها وبجمال حبيبنا عليه الصلاة والسلام، لكن إن شاء الله تعالى نعدكم أننا نبدأ في الموسم الخامس، ونحن الآن إن شاء الله في هذه الأيام شغالين في ورش العمل، وإن شاء الله تعالى نبدأ تصوير الموسم الخامس ونستمر نحن وإياكم أعوان إن شاء الله تعالى على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومش لازم أننا نقصر أنفسنا على هذا العمل والمشروع، يعني هذا النشاط صراحة يعطينا دليل على أن الخير موجود في شبابنا، وعلى أن الأعمال البسيطة تلاقي قبول كثير دون القنوات الفضائية دون الأموال الكثيرة. لو أن كل مجموعة من الشباب عملوا نشاط بفكرة طيبة نافعة وأخلصوا مع الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله تعالى يكتب لها القبول، وعقبال الملايين الكثيرة المستفيدين من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.